البداية ببارك لك على انضمامك للنادي الأهلي، وأكيد عايز أعرف منك شعورك بعد إتمام انتقالك للنادي الأهلي. والله هو شعور جميل جدا طبعا، والنادي الأهلي كان بالنسبة لي يعني حلم، والحمد لله اتحقق، وإن شاء الله بقى إضافة قوية جدا للنادي الأهلي، وأبقى عندي حسن ظن الجماهير يعني إن شاء الله. محمود، عايز أعرف منك المفاوضات بدأت إزاي ومراحل المفاوضات وإزاي انتهت؟ هي المفاوضات طبعا بدأت عن طريق الكابتن هاني سعيد والكابتن فضل، وكانوا على طول يعني في تواصل دايما مع بعض، وانا طبعا الكابتن هاني لو كان في اي جديد كان بيكلمني او بنتابع مع بعض يعني. وفي الاخر مضيت انا طبعا ماضي من الاهلي من شهر 11، ما كانش في تردد ولا لحظه واحده اللي انا ولا فكرت لا ولا قلت اشوف المقابل المادي الاول، لا لا لا. حتى لو كان في عروض تانية فأنا الأهلي بالنسبة لي هو رقم واحد، وأنا عايز النادي الأهلي وعايز ألعب في النادي الأهلي بس. والمفاوضات خلصت عن طريق طبعا النادي وكابتن هاني سعيد وأحمد يحيى وإسلام ملاح والوكلاء يعني موجودين. يعني كابتن هاني سعيد كان ليه دور كبير في انتقال محمود وحيد من نادي المقصر للنادي الأهلي. طبعا هو كابتن فضل. يعني كتاب شايف كابتن فضل لما كلمك قال لك ايه؟ كان ايه البدايه؟ هل قال لك هو قال لي انت حابب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له طبعا شرف لاي حد اللي هو يلعب في النادي الاهلي، وعلى طول مضيت يعني ما فكرتش لحظه اللي انا يعني انت الاول مضيت على عقود وبعد كده تم التفاوض او عن طريق النادي في الاول؟ طبعا عن طريق النادي، لكن في الاول جاس ونبضك شيء يعني تلعب في الاهلي اللي انا مرحب او لا، بس طبعا اي لاعب في مصر يتمنى اللي هو يلعب في النادي الاهلي. هل محمود وحيد شايف انتقاله للنادي الاهلي في حاجه مختلفه؟ هل محمود كان بيلعب في الاسماعيلي، في مصريات صلاط، في ام بي، في المقصه؟ النادي الاهلي مختلف في ايه عن الانديه اللي انت كنت موجود فيها؟ والله هو النادي الاهلي اقرب نادي لانديه اوروبا يعني، باللي انا شفته في النادي الاهلي اليومين دول هو اقرب نادي فعلا لانديه اوروبا. يعني مثلا لو كان جالك عرض من نادي اخر بمقابل مادي اعلى، والنادي الاهلي كان مقابل مادي اقل، كنت هو كان في فعلا عروض والمقابل المادي كان اعلى، بس انا لكن اخترت الاهلي. انا حابب الاهلي. شايف ان محمود وحيد يعني الطموحات والاحلام اللي موجوده عنده سواء مع المنتخب الوطني او مع النادي الاهلي في تحقيق بطولات، هو ده الطريق الصح اللي محمود وحيد اختاره؟ هو كل اللي انا بفكر فيه دلوقتي اللي انا اجتهد في التمرين او في اي ماتش انزله او في اي تمرين او ماتش ودي، اللي انا ابذل اقصى حاجه عندي في التمرين، وان شاء الله ابني للجماهير بشكل كويس، وان شاء الله ابقى عندي حسن ظنهم يعني. هل لما انت كابتن فضل كلمك او تواصل معاك كان ايه رد فعلك تجاه بقى زمايلك اللعيبه؟ مين من لعيبه النادي الاهلي اللي معاك في المقصه اللي اخذت رايهم، او بشكل عام اخذت رايهم قلت لهم انا جاي لي عرض من النادي الاهلي، رايكم ايه او انتوا شايفين ايه؟ هو في يعني في كذا لعيب هو في النادي الاهلي حاليا يعني، مش هما كانوا قريبين مني جدا اللي هما موجودين يعني طبعًا. دلوقتي زمايلك اللي كانوا في المقص طبعا يعني ميدو جابر بنتكلم على طبعا يعني احنا شفنا صوره ليك كانت في اول يوم، هما اكيد طبعا يعني هما فرحانين جدا طبعا يعني طبعا يعني وجودك في النادي الاهلي ده بيحط عليك مسؤوليه كبيره جدا. هي اكيد المسؤوليه صعبه الفتره الجايه، والمسؤوليه كبيره جدا، وان شاء الله ان شاء الله يعني هبقى قدها يعني ان شاء الله. شايف النادي الأهلي مركز الظهير الأيسر أو الباك ليفت؟